السلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات لتوقعات الأبراج أو شتى المواضيع وشعارات البث المباشر اللي بنعمله للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم، فمرحبا بكم معنا. النهاردة سنكمل قراءة بالكوتشينا أو الكروت المغربية، والنهاردة عندنا فعل البنت البيضاء. هنشوف فعلك يا أيتها البنت البيضاء. أعزموا النية، هنختار الكروت التي تمثلكم أو الكارت الذي يمثلك وأبرز أو الأسس الأربعة للحياة، اللي هي العمل، العائلة أو الحب، القرارات المهمة والفرحة، كمان المال والأعمال. نعتذر عن صياح الجيران، أنتم متعودين على ذلك. نبدأ على بركة الله. أو خرج كارت، يعني سقط كارت لوحده ما بين الكروت مع البنت البيضاء. غالبا البنت البيضاء يا إما عزمت مؤخرا انك تعملي عملية نزع سحر او تطهير طاقة، او انت بتفكري تعملي كده. البعض منكم لربما يعني عندها مرض وهي دلوقتي بتزور الاطباء او عاوزة تزور الاطباء عشان تشوف ايه هو الحاجة اللي مصابة بيها. ربنا يشافي كل مريض. مالك أيتها البنت البيضاء، حالك شوية مكركر كده، زي ما لو كنت قلقانة أو عندك قهر داخلي. يلا نشوف على بركة الله. قلبك وعقلك وما أعطاه لك الله سبحانه وتعالى، قلبك وعقلك وما أعطاه لك الله سبحانه وتعالى، قلبك وعقلك وما أعطاه لك الله سبحانه وتعالى. قلبك بتفكري في الحنطة أو الأسمر. البعض منكم كان متجوز ودلوقتي انتم في صدد الطلاق، او انت متطلقة مع الراجل ده وتفكري يعني في سبب الطلاق ده والحاجات دي. البعض الاخر انت بالذات بتفكري على الطرف الثاني بتاعك، او ليه ما فيش فرحة تدخل حياتك لحد دلوقتي، وانت دلوقتي عاوزة يا اما عملت قراءة فيما يخص الترو او الكوتشينا، او بتدوري زي ما قلتلكم في الطاقة العامة بتدوري على علاج. عقلك بيفكر على الفرحة، على تغيير مكان إقامة أو تغيير مكان عمل. عندك نقص في المال وبتفكري في بعض الأعداء عندك اللي حيدهولك ربنا إن شاء الله. خبر مفرح بما يخص رجل أو مرض أو مرض الإنسان عزيز عليك أو قريب منك. نشوف الكروت هتقول لنا ايه. في بعض الناس في واحدة كتبت قالت لي صوت المروحة قوي جدا، يعني انا هقعد في جهنم عشان انت تسمعي القراءة. فنتعاون يعني كل واحد من جهته. احتراماتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. البنت البيضاء، مش كلكم، البعض منكم، لأن القراءة دي قراءة عامة وليست قراءة خاصة. فمن فضلكم خذوا الحاجة اللي بتناسبكم وسيبوا الحاجة الأخرى، لأن الكثير بيقولوا لي إزاي يعني كل صاحبات البشرة الحمضية أو البيضاء بيحصل لها نفس المشكلة. يا بنتي الناس روحي اتعلمي قراءة عامة ما معناها، بعدين تعالي اتكلمي. كل احتراماتي يعني. البنت البيضاء، خط حياتك جا فيه الكارت بتاعك. فوقك باب انسداد اول، باب انسداد تاني، قاعدة بدمعتك على خدك. البعض منكم يعني
80% 85%. عندكم مشاكل في الارتباط، يا إما أنت متجوز عندك مشاكل مع جوزك، يا إما عندك مشاكل مع حبيبك، يا إما عندك مشاكل مع عيلتك. غالبا أنت مغلق عليك. لما نشوف يعني خط الحياة بتاعك والخط الأفقي، نشوف أنك أنت تسطرتي المركز الرئيسي بتاعت القراءة بتاعتك. زي ما قلت لك، خطك للأسف يعني طاقة سلبية عندك. أنت هنا في العتبة بتدوري على حظك، زي ما قلت لكم بتستشيروا معالج أو عملتم رقية مؤخرا، لكن يعني شايفين أن كل حاجة مسدودة في وشكم. أو الكارت الأول، الكارت الثاني، الثالث، الرابع، يعني كله مسدود قدامكم ومش عارفين توصلوا لإيه ولا تعملوا إيه. غالبا البعض منكم بيشك في امرأة حنطية البشرة، متآمرة مع ست سمراء إلى حنطية البشرة كذلك. غالبا البنت البيضاء هنا بتعاني كتير من الأهل أو الأقارب أو المقربين ليكي أنت وجوزك إذا كنت متجوزة، مستنية فرحة تدخل حياتك. لكن غالبا هنا يعني حسب ما نشوف الأربع أركان بتاع القراءة بتاعتك، فيه نوع من الصد، الصد من هنا والصد من هنا، بسبب امرأتين عملوا لك سحر ومنعين عنك كل فرحة جديدة تدخل حياتك. وانت دلوقتي يعني عايشة كده، بتدخلي ربما من قناة لقناة، ربما بتعملي قراءات، ربما بتعملي رقية، لكن كل ما بتعملي الحاجات دي كل ما تتخنق عليك أكتر، كل ما تحاولي تعالجي نفسك كل ما تتراكم عليك المشاكل. غالبا البنت البيضاء هنا اللي عندها في رجل حنطي أو أسمر، يا إما هو جوزك يا إما حبيبك أو عشيقك. غالبا أنتوا دلوقتي منفصلين أو في علاقة باردة، والرجل ده لم يظهر لك أي شيء من حياته. الرجل ده عموما دلوقتي يعني ما فيش في خطه امرأة، بس يعني مركز في شغله، في الأوراق، في شراء منزل أو إيجاد عمل، حاجة زي كده. فهو دلوقتي ما والإنسان ده يعني غالبا ما مش مركز على العاطفة ولا العلاقة ولا حاجة زي كده، لا مركز على الحاجات المهمة في حياته اللي بتسعده هو وتسعدكم انتوا الاثنين. لكن انتي صد عليه وشك زي ما هو صد عليك وشه. كمان في ايه؟ الرجل الحنطي اللي انتي من مدينة او هو من مدينة، غالبا هو صد عليك وعمل لك بلوك او عمل لك نوع من التطنيشة كده، مش معاوز يتكلم معاكي، مطنشك حتى ولو ما عملكيش بلوك، ما يردش على مكالماتك، ما يردش على رسائلك. غالبا انت شكة انه عنده حد في حياته. البعض منكم الرجل ده متجوز، يا اما انت في علاقة ثلاثية يا اما في علاقة رباعية. والرجل ده دلوقتي يعني بيسافر كتير او يتنقل كتير بحكم حاجة هو بيعملها. الحاجة دي هي غالبا انه عنده، اقول لك ساحر، اقول لك راقي، اقول لك حاجه زي كده، بيروح عنده دايما، بياخد يعني بيمشي في الطريق عشان يعمل حاجات عشان يحصن نفسه وينزل الحاجات اللي هي سد طريقه. الرجل الابيض، يا ايتها البنت البيضاء، الرجل الابيض هو في حجرك. غالبا انت او هو مستني فلوس، يا اما بتاع ارث يا اما بتاع عمل، أو محتاجين فلوس عشان تتنقلوا من مكان لمكان أو من بيت للبيت، أو ترسموا علاقتكم للبعض منكم. العمل قريب عنك أيتها البنت البيضاء، عندك ترسيم في العمل إن شاء الله، واللي هم بيشتغلوا عندكم علو راتب أو علو في يعني المستوى اللي انت فيه، يعني رتبة المنصب اللي انت فيه. في إيه كمان؟ الحاجة الرئيسية التي تشير إليها القراءة بتاعتك أيتها البنت البيضاء، زي ما قلت لك في خط حياتك، هنا بنشوف إن خط حياتك أسى ودموع ومشاكل وأسحار وتابعة وعين. ما بقول لكمش كلكم عندكم، البعض منكم عندكم، لأن القراءة هنا مركزة على البعض منكم، 70-75%، 80% كحد أقصى. فحاولوا إنكم تنزعوا، تشوفوا حد زي ما انتم بتدوروا كده، حد ينزع لكم الحاجة دي.
أرجو أنكم استفدتم من القراءة دي. ده كل اللي شفناه لصاحبة البشرة البيضاء. أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى. مع السلامة.